جبل عامل كما يعلم الجميع هو هي منطقة هضبية متوسطة الارتفاع عن سطح البحر. أي عابر من منطقة إلى منطقة، يعني من فلسطين أو سوريا أو لبنان باتجاه إحدى هذه الدول لابد أن يمر في جبل عامل. في الجنوب حالياً وعبر التاريخ كان قلاع ثلاث: قلعة الشقيف أرنون أو بو فور. الأقدم منها هي قلعة تبنين وبناها الأراميون. دو باي، دو باي يعني بيت الخوابي، بيت خوابي الزيت. شاهدنا أن معظم القلاع بنيت للدفاع باتجاه الجنوب، لم تبنى قلعة من عبث. أنت تستطيع أن ترى النور أو النار التي تشعل في قلعة تبنين أو قلعة شقرة، تستطيع أن تراها من قلعة الشقيف. منطقة وعرة كان يهرب إليها المقاومين أو الرافضين للسلطة الجائرة. الشعب الوحيد الذي لم يتغير تتغير ديموغرافيته منذ 14 قرنا تقريبا هو شعب جبل عامل.